الآن تشرفنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة وئام عثمان، رئيسة قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد. أهلا بك يا دكتورة، وعايز أعرف تأملات حضرتك فيما يتعلق بأنه كل هذه الإنجازات لا تتم تحت مظلة أيديولوجية، تتم تحت مظلة وطنية. أنت مش شايف حضرتك أن ده غريب؟ كان يمكن استثمار هذا كله تحت مظلة أيديولوجية لصالح حزب أو لصالح تيار إلى آخره؟ طيب ممكن نبتدي كلامنا بكلمة سيادة الرئيس الرائعة. تفضلي يا فندم. إن إحنا حولنا المحنة لمنح. أي فندم. تمام؟ أولا بفضل وقدرة المولى عز وجل في رعاية هذا البلد والإخلاص الشديد في عمله، دي حاجة. حاجة تانية خليني أقول لك مفاجأة، حضرتك ابتديت إن إحنا تحت مظلة أيديولوجية. بالفعل إحنا عملنا أيديولوجية مصري، إحنا عملنا ديمقراطية بطعم مصري، وهي الديمقراطية الاجتماعية. أيوة. خليني ننهي بيها كلامنا، ولكن تعالى الأول أستاذنا نحن نشوف إن حياة كريمة يعني استطاعت إن هي بالفعل إن هي تستثمر تحديات أزمة كورونا. إزاي؟ نجحت المرحلة الأولى في حياة كريمة من التخفيف من حدة تأثيرات جائحة فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، وهو ما ساعد زي ما الرئيس قال على خفض معدلات الفقر إلى نسبة 11% خلال فقط المرحلة الأولى. صحيح. طيب نتج عن ذلك تحسن في معدل إتاحة الخدمات الأساسية وتحسين مستوى التغطية في الخدمات الصحية وفي الخدمات التعليمية، بل والأكثر من ذلك تم الانتهاء من إنشاء 51 وحدة صحية والانتهاء وإنشاء 1534 فصلا دراسيا، وإتاحة خدمات للصرف الصحي في 37 قرية، ورفع كفاءة 5339 منزلا، فضلا عن غيرها من التدخلات التنموية التي تلاقت مع مع أهداف التنمية المستدامة 17. مش كده وبس، امتد أثر حياة كريمة تمام على إيه؟ على المستوى العالمي بالنسبة لجائحة كورونا. يعني إحنا ما اكتفيناش فقط إن سبحان الله حولنا المحنة اللي عندنا منحة، لا إحنا قدرنا إن إحنا نفيد بيها العالم. على سبيل المثال وليس الحصر، في تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة 2019 والتقرير الإنمائي للأمم المتحدة 2020 تم إثبات أن هناك تراجع على تحقيق الأهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وجاءت حياة كريمة لفعاليتها الداخلية كأحد الحلول الابتكارية. هنا أقف وأثمن على ما قاله الزميل العزيز دكتور عمرو سليمان. أيوة. احنا بنعالج امورنا بحلول ابتكاريه، احنا صحيح. بنسميها في السياسه سياسات بديله. الرئيس سطر في المنظومه السياسات الداخليه بل والخارجيه ايضا الى السياسات الابتكاريه. لكن الابتكارية. يا دكتوره، يمكن بعد سنوات حين تدرس هذه الحقبه ل الطلاب في جامعات السياسة في العالم وفي مصر، هيسموا اللي بتعملوا إدارة الرئيس السيسي ده إيه؟ أيديولوجيا ولا وطنية ولا إيه؟ بس يا فندم، هذا ما يسمى الديمقراطية الاجتماعية القائمة على رأس مال البشر. هايل هايل. مرة تانية يا دكتورة أرجوكي تفضلي. طيب احنا نمتلك من حياة كريمة تمام اللي انا بسميها ايقونة عصر الازدهار المصري، لان احنا الان والحمد لله في حالة من الازدهار وان شاء الله مكملين. تمام. استطعنا ان نؤسس من خلال حياة كريمة للديمقراطية الاجتماعية، الديمقراطية الاجتماعية القائمة على التنمية البشرية، الرأس مال البشري. الرأس مال البشري. أي فن الرأس المال البشري للمواطن المصري. يا دكتورة أنا شاكر جدا اللي حضرتك قلته لنا، ده كلام في غاية الأهمية، الديمقراطية الاجتماعية القائمة على الرأس مال البشري. أنا شاكر جدا لسعادة الدكتورة وئام عثمان
رئيسة قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد.